إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله. موضوع اليوم بإذن الله هو عبارة عن واحد المشروع اللي سميته كومباس كونيكتي. هذا المشروع يتعلق بتزويد الحي الجامعي بالإنترنت، وخاص بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك داخل في واحد الإطار ديال الإصلاح ديال قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. والهدف الأساسي منه هو باش الطلبة يتمكنوا من الوسائل الرقمية المناسبة للتعلم والتحصيل. إذن إليكم هذا الخبر الرسمي، أعطيت يوم الأربعاء بالرباط الانطلاقة الفعلية لإنجاز مشروع كومباس كونيكتي، الأول من نوعه في المغرب، الذي يخص منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، حسب ما أفاد بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. ويأتي هذا المشروع يضيف البلاغ في إطار مواكبة الإصلاحات التي باشرتها الوزارة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لتقوية نظام معلومات شامل ومندمج للتربية والتكوين، وتنزيلا لمضامين القانون الإطار 51-17، خاصة المشروع 14 المتعلق بإدماج تكنولوجيا الاتصال الحديثة في التعلمات. ويهدف هذا المشروع الذي ترأس مراسيم انطلاق إنجازه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السيد سعيد أمزازي، والوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي إدريس عيشة، بحضور رؤساء الجامعة، إلى تمكين الطلبة والأطر التربوية والإدارية من الوسائل الرقمية الملائمة للتعلم والتحصيل، وكذا الولوج إلى المعلومة العلمية والتقنية المتوفرة. كما يضع هذا المشروع بنية تحتية تكنولوجية حديثة العهد تضمن الاستمرارية لتزويد المؤسسات والأحياء الجامعية بالإنترنت عالي الصبيب من الجيل الجديد ويفي 6، مع تخويل الطالب إمكانية الاطلاع على الموارد الرقمية الخاصة بمؤسسته عن بعد. وأشار البلاغ إلى أن هذا المشروع يتكون من برنامج الربط لاحتياجات التعليم العالي، الذي يهدف إلى تعزيز وتوسيع الوصول إلى موارد الإنترنت انترنت لصالح الطلبة أينما وجدوا بربوع المملكة، وتكوين الأطر التربوية والإدارية والطلبة من تبادل المحتوى والاطلاع على الخدمات الجامعية. وفي هذا الصدد سيتم تغطية ما يقرب 230 مؤسسة وحي جامعيين. وسيشمل هذا البرنامج إنشاء البنية التحتية التكنولوجية القادرة على ضمان الصبيب العالي ويفي 6 في مختلف المؤسسات والأحياء الجامعية، مما من شأنه أن يدعم ويطور التعليم عن بعد باعتباره مكملا للتعليم الحضوري وشكلا من أشكال التدريس والتكوين الجامعي. كما يتضمن المشروع حسب المصدر ذاته برنامج مروان من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة للجامعات من حيث النطاق الترددي وخدمات الشبكة المتقدمة والامتثال للقوانين السارية، مبرزا أنه تم دمج النسخة الجديدة لشبكة مروان 5 في مشروع كومباس كونيكتي وتحينه من خلال اعتماد تقنيات وان تيغي اس دي، التي تتيح إمكانية تقنية عالية تتماشى مع التطور التقني للمنظومة خلال السنوات القادمة، وإضافة ما يقرب 40 نقطة جديدة، ومضاعفة صبيب جميع خطوط الربط خلال السنتين الأولتين لتمكين مختلف المؤسسات من صبيب عال. وتجدر الإشارة إلى أن شبكة مروان هي شبكة الوطنية للتعلم والبحث العلمي التي تم إنشاؤها من قبل القطاع، ويسيرها Network Operation Center مروان نوك تيغي مروان،
التابع للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني. وتهدف هذه الشبكة أي كومباس كونيكتي إلى ربط غالبية شبكات المؤسسات التعليمية والبحثية بالمغرب مع ربطها بشبكة جيون المتصلة بالشبكات الأوروبية. ويندرج هذا البرنامج في إطار برنامج الخدمة الأساسية للمواصلات التي تمت المصادقة عليها من طرف لجنة تدبير الخدمات الأساسية للمواصلات خلال اجتماعها الأخير. إذن إخواني أخواتي، كان هذا بعجالة كل ما يتعلق بإنجاز مشروع كومباس كونيكتي الخاص بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وداخل أيضا في إطار إصلاح قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. والهدف الأساسي باش الطلبة يتمكنوا من الوسائل الرقمية المناسبة للتعليم والتحصل عن طريق إنجاز الأنترنت في الأحياء الجامعية. كان إخواني أخواتي معكم عمر من قناتكم عمر بغيف. رجاء وضع زر الإعجاب والمشاركة. شكرا لكم وإلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.